الحمد لله طبعا، والله يعني الواحد فرحان جدا جدا ان هو بيشارك في مكسب زي ده وبطولة تدخل النادي. يعني الواحد فخور ان هو اسمه بيتكتب، ان هو كان سبب لو حتى جزء صغير ان هو يجيب بطولة للنادي ده، فالنادي ده خيره علينا يعني. فالحمد لله الواحد فرحته ما تتوصفش يعني، واللعيبة رجالة يعني فوق الوصف بصراحة. الجيل ده جيل محترم جدا جدا يعني، الحمد لله بقالنا كذا سنة مع بعض، وكمان اللعيبة اللي طالعة كلهم لعيبة كويسة جدا وهيضيفوا للنادي الفترة الجاية. الحمد لله بطولة مهمة في وقت مهم جدا، وإن شاء الله نكمل بقى على نفس المستوى ده بإذن الله. شفت النهارده ازاي المباراة؟ المباراة كانت صعبة 120 دقيقة. طبعا ما يعني الماتشات الكاس دي دايما بتبقى يعني انت مش عارف ان انت تاخد ريسك كتير، عشان ما مش عايز ان انت تخسر او كده. بس زي ما قلت لك يعني الحمد لله اللعيبه الموجوده كلهم معظمهم يعني كلنا الحمد لله بقى في خبرات كتير، لعبت ماتشات زي دي كتير في نفس المجموعه، الحمد لله بنتفوق وبنكسب وبنجيب البطولات الحمد لله. فزي ما قلت لك اللعيبه دي بشكرها كلها، والجمهور حاجه فظيعه يعني، جمهور مليان في الاستاد الحمد لله. كمان في مصر الموضوع بقى كده، فده كان فول النهارده، كان مدرج بتقفل على اخره، الناس اللي قالت مدرجات مش مليان النهارده 32000. لا الاستاد متقفل وكله احمر يعني، الاستاد كله احمر، فدي حاجه بتخليك تلعب وانت مطمن، في ناس حواليك، في ناس في ظهرك. وكمان زي ما قلت لك في مصر كمان الموضوع بقى كويس جدا، ان انت في مصر الاستاد كله متقفل، ف يعني من احلى الحاجات ان لعيب كوره يلعب في اجواء زي دي يعني. فالحمد لله ان شاء الله دايما تبقى كده باذن الله. كلمه اخيره بقى، ان هو النهارده متولي لما وقع وشفنا خضتكم كلها. والله الواحد يعني قلبه كان يعني الموضوع كان صعب يعني، اتخطفت خطفه غريبه يعني، خفت جدا جدا عليه، و يعني الموضوع كان خض ان انت كسبت والحكم صفر، ومره واحده لقيت صاحبك كده، فالموضوع كان صعب يعني. الحمد لله ربنا قومه منها على خير، وربنا يقومه بالسلامه ان شاء الله، وما يبقاش في اي حاجه ان شاء الله. دايما محمد هاني بيثبت لكل الناس انه جدير بفانيله النادي الاهلي، فبنبارك لك والف الف مبروك. حبيبي ربنا يخليك، شكرا حبيبي.